جاء رجا البيضاوي بلقب كأس العرش المغربي للمرة الثامنة في تاريخه، وذلك إثر فوزه على الدفاع الحسن الجديد بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله. نهائي كأس العرش بقيمته التاريخية عند المغاربة كان عنوانه الصدام القوي بين الرجاء البيضاوي والدفاع الحسني الجديد. الرجاء في بحث عن اللقب الثامن والدفاع الجديد لمعانقة اللقب الثاني. الدفاع الحسني الجديد كان المبادر بتسديدة قوية مرت فوق مرمى الحارس أنس زنيتي. نصور الرجاء ردوا بهجوم سريع قاده الحفيدي من الجهة اليمنى، لكن رأسية ياجور لم تكن بتلك القوة الكافية. زكريا حدراف خلق متاعب كبيرة لزملاء الأمس ومرر كرة جميلة للمهاجم ياجور الذي دون هدف الرجاء الأول. خلال الشوط الثاني خطأ للمدافع جواد يميق كلفه ركلة جزاء ترجمها حميد أحداد بنجاح معيدا الأمور إلى نقطة البداية. أبناء مدينة الجديدة كانوا الأقرب لتوقيع هدف الفوز، لكن الحظ لم يكن إلى جانبهم. الأشواط الإضافية مرت دون محاولات واضحة للتسجيل ليحتكم الفريقان إلى ركلات الحظ والأعصاب التي ابتسمت في النهاية لزملاء عصام الراقي، ليظفر النصور بلقبهم الثامن ويتأروا من خسارتهم في النهائي أمام الدكاليين قبل 4 سنوات. كان علينا ضروري نناديهم، واحد الفرحة اللي كيستحقوها صراحة اللي هو هذا اللقب. اليوم الحمد لله استطعنا أننا نبقاو مركزين رغم ما تلقينا الهدف في الشوط الثاني اللي كان مباغش. هو أمننا بالحدود ديالنا حتى لآخر لحظات. ضربة جزاء، ضربة الحظ اليوم كنظن بأن عندنا حارس كبير، كل ثقة كانت لينا فيه. كنبغي نشكره من هذا المنبر، وكان هذا الفوز لجماهير فريق الرجاء. المباراة كنا مسيطرين عليها من بداية الشوط الأول، فاللاعبين داروا المجهود اللي عليهم راه داروه. فضربة الجزاء اللي كيبقاو ضربة الحظ ربي ما مكتبش لنا أننا باش نكونوا من المنصفين في هذا كأس العرش. فكنتمنى أننا باقي أمامنا البطولة إن شاء الله والعصبات الإفريقية إن شاء الله. كنتمنى أننا نكونوا في كامل الاستعداد إن شاء الله ونساو النتيجة هذه. تغلب